بطلب جزائري صيني روسي انعقد أمس الجمعة اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، حيث جددت الجزائر دعوتها لإنهاء المأساة في غزة التي تتعرض لعدوان الإبادة الجماعية الصهيونية وضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لا يجوز لنا أن نلتزم الصمت، وعلينا ألا نتقاعس وألا نفشل في أن نتحرك ونتصرف. فالتاريخ وضع نصب عينه، وأصوات الشعب الذي يعاني في غزة وألامه تتردد أصداؤها في هذه القاعة، تتساءل مخاطبة إيانا مرددة سؤالا بسيطا واحدا: إن لم يكن مجلس الأمن قادر على ذلك فمن؟ وإن لم يكن الآن هو الوقت المناسب فمتى؟ همجية ووحشية الاحتلال الصهيوني لا تعترف لا بحقوق الأطفال ولا النساء أو الشيوخ، ولا تتوقف عند الشعب الفلسطيني فحسب، بل امتدت اعتداءاتها لتطال كل من يمد يد العون أو الإعانة للشعب الأعزل. ففي غزة يصرخ الأطفال ويبكوا جوعا، وتغص المستشفيات بالجرحى والمحتضرين، والأسر تعاني الأمرين في ركام وأنقاض ما كان منازلها يوما ما، وهي ليست مأساة بعيدة عنا، بل هي كارثة تتجلى فصولها بشكل فوري، ونحن نشاهدها في بث حي ومباشر، بما يشكل تهديدا لجوهر إنسانيتنا. الجزائر وفي كل محفل دولي أو وطني لن تستغني عن دعمها الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.